بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اعتذار. قل يا عبادي أشعلت من همتي، فمضيت للرحمن بعد إياسي جرى. حديث معترف بتقصيره، ولجوء إلى من قدرته نافذته، وطمع في كرم من جاد بفضله على واجديه، وجاد ببذله على سائليه، وأسبل لطفه على هاجريه، وأجزل نعمه على شاكريه، ورفع بالخير ذاكريه. واعتذار عند من يقبل الاعتذار، لقد أخطأت كثيرا في حقه. ماذا أقول لمن تعاظم شأنه عما جرى من خادع خناس؟ دنست نفسي بالذنوب، وبات في قلبي نحيب هد من أنفاسي. فلنبادر معتذرين من الملك الذي يملك قلبي وقلبك وروحي وروحك، الملك الذي لا يفنى ملكه ولا يزول سلطانه، الملك الجليل الذي تزعم له الخلائق وتنقطع لأجله العلائق، الملك الكبير المتعال الإكرام والجلال. ومن هو؟ الله الله، ومن غير الله جل جلاله؟ هو الله. ما أحلى كلامه، ما أعظم مقامه، هو الله. هو الله. ما أجمل إحسانه ونعمه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولماذا نعتذر؟ خشية العار والشنار وبلوغ النار وغضب الجبار. ومن تريدنا أن نكون؟ تلك القلوب التي قد تركت الهوى ومضت إلى الهدى. وماذا بعد؟ فما عادت تعرف سر حياتها، وأين يكون اهتمامها؟ بتعلقها بالله تعالى، بالله تعالى. إلهي إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من لله در تلك التي دعت بمعجرة ولم تتردد في قولها، قد كان لك في قلبي رجحان كثير، فقد أذهب الله رجحانك من قلبي. وأثبتت علاقتها بربها حين قالت أتأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها؟ كانت تلك لحظات بألف ألف ساعة، فلا تتأخر في أن تعتذر يا مولاك، والشوق قد حداك، وأن تلوذ إلى الديان علها أن تكون بردا وسلاما على قلبك بإذن الله. دمعي جرى والحزن أضرم باسي، والهم أشعل مهجتي وضراسي. ماذا أقول وأدمعي تحكي لظى قلبي تمزق من أليم راسي؟ ماذا طريقك إلى ذلك؟ مع فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد في محاضرة بعنوان اعتذار. تقدمه لكم مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع. الخطأ والمتلاعب.
عارف بتقصيره، خائف من لقاء وعده ومصيره، طامع في عفو ربه وتيسيره. رب قدير قدر فقدر فأحسن في قدرته وتقديره، وأنشأ وصور فأحسن في إنشائه وتصويره. قدرته نافذة في غني خلقه وفقيره، جاد بفضله على واجديه، وجاد ببذله على سائليه، وأسبل لطفه على هاجريه، وأجزل نعمه على شاكريه، ورفع بالخير ذاكريه. وصلى الله وسلم على النبي الأمي الذي دعا إلى توحيد الله، وحطم اللات والعزى ومناه، وصبر وصابر في ذات الله ابتغاء مرضات الله. اصطفاه مولاه فأحسن إذ اصطفاه، كل حسنة تعملها أمته فله منها نصيب، لأنه دعانا لخير طريق، وحذرنا من عذاب الحريق، وجمع الله به شتات التفريق، فهو الرفيق الرحيم الشفيق، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فكم هي ساعات ما أحلاها، وأوقات ما أغلاها، أن تبوح بالاعتذار وقد ملأك الأمل وتغشتك الحلل. ما أحلاه من اعتذار عند من يقبل الاعتذار. لقد أخطأت كثيرا في حقه، في كل يوم لي صولة وجولة في معصيته وترك طاعته. ما أقسى القلب الذي لا يعتذر، ما أبغض النفس التي لا تذكر. لقد أعطانا النعمة ترى والأفضال طرى، أنعم فأكثر وأوسع وأكبر، إنه الملك، نعم الملك الذي يملك قلبي وقلبك وروحي وروحك. الملك الذي لا يفنى ملكه ولا يزول سلطانه، الملك الجليل الذي تزعم له الخلائق وتنقطع لأجله العلائق. الملك الكبير المتعال ذي الإكرام والجلال، الله الله، ومن غير الله جل جلاله. إلهي، من الذي جاءك فرددته؟ من الذي طرق بابك فخيبته؟ من الذي ناداك فتركته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ إلا لحكمة تعلمها أنت فأجلته. سبحانك سبحانك، أنت الحليم، أنت العظيم، أنت الحليم، أنت العظيم، أنت الكريم. كم أسرفنا بالذنوب، كم عصينا المنعم الوهوب، كم مشينا في الآثام، كم نسينا الإنعام. يا حسرتاه على قلب مُلئ بالسيئات والتهب بالحسرات، فلم يجد له منقذا ولا مفرا ولا مهربا إلا رب الأرض والسماوات، محيي العظام والرفات. ربنا ربنا وسعت كل شيء علما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما أحلى كلامه، ما أعظم مقامه، ما أجمل إحسانه ونعمه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أتتنا الأمواج من كل ناحية، والأعاصير تكاد تقتلع قلبي وتستلب وجدي، والمهالك أتتني من كل مكان غير عني. تعلقت بحباله ولذت بجنابه وطرقت بابه. إلهي إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقعت سني.
زهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني ولو أني أطعت الله فيها قلبت لأهلها ظهر المجني ما لذ ساعات القرب منه وما أقسى لحظات البعد عنه ما أحلى الركوع لذاته ما أخنع الذل لغير مرضاته روى سفيان الثوري رحمه الله تعالى ولننظر إلى قصة هذه المرأة الزاهدة العابدة الخاشعة لمولاها والخاضعة قال سفيان رحمه الله تعالى دخلت على بنت أم حسان الأسدية رحمه الله تعالى وفي جبهتها مثل رتبة العجز من أثر السجود فقلت لها يا ابنة أم حسان ألا تأتين عبد الله ابن شهاب بن عبد الله فلو رفعت إليه رقعة فلعله يعطيك من زكاة ماله لماذا؟ قال فتغيرين بها الحال التي أراك عليها فدعت بمعجرة يعني عصابة لتعصب بها رأسها فاعتجرت بها وقالت يا سفيان قد كان لك في قلبي رجحان كثير فقد أذهب الله رجحانك من قلبي وهي بعبارتنا نحن كأنها تقول سقطت من عيني يا سفيان ثم قالت انظروا إلى الكلمات الجليلة العظيمة المباركة من هذه المرأة الموفقة قالت يا سفيان أتأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها قال سفيان رحمه الله تعالى واستحيا قال وكان إذا جن عليها الليل دخلت محرابا لها وأغلقت عليها ثم نادت إلهي خلا كل حبيب بحبيبه وأنا خالية بك يا محبوب فما كان من سخن يسخن من عصاك إلا جهنم ولا عذاب إلا النار لقد عاشت هذه المرأة الصالحة لذة الاعتذار إلى الغفار حتى يرفع أوصابها ويشفي مصابها ويطمئن قلبها كم هي والله ساعة بألف ألف ساعة ما أحلاها أن تعتذر يا مولاك والشوق قد حداك وأنت تحس كأن ما يحرقك العصيان ثم تلوذ إلى الديان حتى تنطفئ تلك النيران لتكون بردا وسلاما على قلبك بإذن الله ما أحلى أن يفكر المخطئ كيف يعتذر وإلى من يعتذر يعتذر إلى من يطلب من عباده الاعتذار رحمة بهم أن يحرقهم بالنار يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم كي ينادي عباده الذين أسرفوا بالذنوب قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ليس الذين أذنبوا فحسب بل الذين أسرفوا في الذنوب قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم روى عباس بن زهقان رحمه الله تعالى قال قلت لبشر الحافي رحمه الله تعالى وكان بشر معروفا بالزهد والورع قلت لبشر الحافي رحمه الله تعالى أحب أن أخلو معك يعني في صلاته وعبادته قال إن شئت فذكرت يوما فرأيته قد دخل في مصلاه فصلى فيه 4 ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها فسمعته يقول في سجوده اللهم انظري للعبارات كيف ينادي العبد الفقير ينادي ربه الغني اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا فلما سمعته وقد أخذه الشهيق والبكاء
فلما سمعني قال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم. ها هو يعتذر أيها الإخوة والأخوات، يعتذر رحمه الله من أمر لم يحصل منه، ويخاف أن يكتب عليه وهو الرياء، يعتذر إلى مولاه طالبا رضوانه وحسن لقياه. فلله در تلك القلوب التي قد تركت الهوى ومضت إلى الهدى، فما عادت تعرف سر حياتها ولا كنز ملذاتها إلا بتعلقها بالله تعالى. كم من عبد لله لا يعرف ربا سواه، ولا يتخذ إلهه هواه، وجهه وضي وفعله مرضي، قلبه سماوي وجسمه أرضي. فربحت والله تلك القلوب، فربحت والله تلك القلوب العامرة والنفوس الزاهرة، فما أعظمها والله من أنفس، وأجلها والله من أنفاس. نفوس عظمت الباري جل جلاله، أقبلت بالاعتذار، خشية العار والشنار وبلوغ النار وغضب الجبار، فنادت: يا رب ومن سواك يا مجيب، ومن سواك يا مجيب. فنادت: يا رب ومن سواك يا مجيب، ومن سواك يا مجيد. هذا ذنون بن متى يونس عليه السلام النبي الصالح. كثيرا ما نسمع عن يونس عليه السلام، ما هي قصته مع قومه الذين تميزوا عن كثير من أقوام المرسلين، فقد أسلموا بعد أن اقترب إليهم العذاب. ابن متى يونس عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه وكانوا 100,000 أو يزيدون كما ذكر الله عز وجل في كتابه، نذيرا لهم من عذاب أليم، حذرهم من عبادة الأوثان، ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما لم يقبلوا منه وأعرضوا عن دعوته، أخبرهم أن العذاب مصبحهم متى؟ بعد 3 أيام، بعد 3 أيام. فلما انقضت 3 أيام أقبل العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر 3/4 ميل، ووجدوا حره بين أكتافهم. فلما أيقنوا بالهلاك، انظر يعني أقل من الكيلو عندنا، ما بينه وبين هذا العذاب إلا أقل من الكيلو، بل وجدوا حره، حر هذا العذاب في أجسادهم. لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر 3/4 ميل، ووجدوا حره بين أكتافهم. فلما أيقنوا بالهلاك حثوا على رؤوسهم الرماد ذلا لله تعالى، وعجلوا لله تعالى بالتوبة الصادقة، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب. لما رأوا العذاب عيانا بيانا تعلقوا بحبال الله سبحانه وتعالى، فما أعظم حلمه وما أعظم سعة رحمته. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويشكرني. أنا الذي أغلق الأبواب، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، وأقطع الدهر بالتذكار بالتذكار والحزن. وما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا هو وأصحابه مرة، فجاءت امرأة تبحث عن ولدها، فلما رأته ضمته إلى صدرها وقبلته، ثم ما لبثت أن أخرجت ثديها وأرضعته، ولم تلتفت يمنة ولا يسرة، ولم تنظر إلى الناس الذين حولها، من شدة رحمتها لولدها، من شدة رحمتها بولدها لم تلتفت إلى أحد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينظرون،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغلا هذا الحدث ليبين عظم رحمة الله سبحانه وتعالى: أكنتم تظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا، قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله 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 أرحم بكم من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى أرحم من الوالدة بولدها. أما يونس عليه السلام فإنه اشتهى لما عانى من قومه ما عانى، ولما أعرضوا عنه وما كان يعلم بإيمانهم، لما ذهب وقد أخبرهم أن العذاب مصبحهم بعد 3 أيام، ذهب وركب الفلك وكان يشتهي أن يعذب الله عز وجل قومه. ركب الفلك، فلما ركب الفلك لم تستقر السفينة، يعني أخذت الأمواج تتلاطم بها يمنة ويسرى حتى وقف، وقفت السفينة لم تتحرك. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى علما، فعلم يونس عليه السلام فقال: إن عبدا أبق من سيده. عبد هرب من سيده، فهذا الذنب هو الذي جعل السفينة تتوقف. وصحيح أن يونس عبد، ولكن عبد لله عز وجل سيده ومولاه. فاستهموا وقالوا ليونس عليه السلام: نستهم جميعا إلا أنت. قال: بل أنا معكم. فاستهموا، فخرج السهم على يونس عليه السلام، فخرج السهم على يونس عليه السلام، فقالوا: إلا أنت يا نبي الله، إلا أنت. فلم يلتفت لهم وألقى بنفسه في اليم، فالتقمه الحوت بأمر ذي الجبروت والملكوت، من دون أن يكسر له عظما أو يقطع له لحما. لبث في بطنه أياما في ظلمات عظيمة، ظلمة بطن الحوت، ظلمة جسد الحوت، ظلمات البحر. وذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات. انظر إلى هذه الكلمات اليسيرة التي كانت سبب نجاة يونس عليه السلام. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يجد له سوى الله مفرجا لكربته وقابلا لتوبته، نادى نداء المعتذر الذليل، فقبل الرحمن عذره، فنبذه الحوت بأمر ربه عند الشاطئ، ثم شفاه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، علم يونس عليه السلام ألا أحد يسمع، ألا أحد يسمعه في بطن الحوت، حتى الحوت نفسه لا يسمع، ولو سمع نداءه لم يدرك ما يقول، ولكن الله سبحانه وتعالى سمع أنينه وحنينه بمجرد اعتذاره لمولاه بهذا التسبيح العظيم والتهليل. قذف به الحوت بأمر الله سبحانه وتعالى على الشاطئ، ولولا اعتذاره لبقي في بطنه إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة والأخوات، ينظر المؤمن إلى ذنوبه فيخشى من الهلكة، فإذا نظر إلى عظم رحمة الله جل جلاله تاب وأناب ليجد الله غفورا رحيما. لئن جل ذنبي وارتكبت المآثم وأصبحت في بحر الخطيئة عائما، أجرر ذيلي في متابعة الهوى لأقضي أوطار البطالة نائما. فها أنا ذا يا رب فها
أقررت بالذي جنيت على نفسي وأصبحت نادما. أجل ذنوبي أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير، وإن كانت ذنوبي عظاما. فما أعظم رحمته وما أجل قدرته. أيها الإخوة والأخوات، لو أخطأ أحد على ابن آدم وأكثر الخطأ، وهو مع ذلك كلما يخطئ على ابن آدم يعتذر، لمن لابن آدم ذلك؟ أما الله جل جلاله فإنه لا يمل أبدا من إنابة المنيبين واستغفار المستغفرين واعتذار المعتذرين. الله يغضب، متى؟ الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا يمل سبحانه، يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين، يقبل توبة المنيب واستغفار المستجيب. فأين التائب؟ أين المنيب ليطرق باب الملك سبحانه وتعالى فتفتح له الرحمات وتقال عنه العثرات؟ لما تخلف الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك، قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقاطعوهم. كانت مدة المقاطعة 50 يوما أمام مقاطعة الناس كلهم. لم يجدوا مهربا حينئذ ولا ملاذا إلا الرجوع إلى الله والتوبة إليه والاعتذار إليه. فلا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ إلا إليه. فمن أوفى منه رحمة ومن أعظم منه مغفرة؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء الأبرار الأطهار فرضي الله تعالى عنهم عرفوا السبيل إلى الغفار، فلله ذرهم. فأين المؤتسي؟ أين المقتدي؟ أولئك أبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. إن في النظر إلى قصصهم لعبرة، يجلو حينئذ للعين العبرة وللقلب الدمع السخيف. يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، وكان من الزهاد ومن الوعاظ، يقول هذه الكلمات العظيمة: منتقى الخوف من بحر عدله، ومنتقى الرجاء من بحر فضله. كيف نعرف خوفه؟ من عدله سبحانه وتعالى. نخافه سبحانه وتعالى لعظم عدله، ونرجوه سبحانه وتعالى لعظم فضله. قال: منتقى الخوف من بحر عدله، ومنتقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه. وكان يقول: إلهي، إن كنت غير مستأهل فإني أرجو رحمتك. إن كنت غير مستأهل، يعني غير مستأهل للجنة بسبب ذنوبي وبسبب عصياني وإعراضي عنك، فإني أرجو رحمتك، فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. إلهي، لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت من ثوابك. إلهي، إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك، إلهي إن كنت لا تغفر إلا لأهل طاعتك، فلمن يفزع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك، فبمن يستغيث المسيئون؟ هكذا يعتذر المعتذرون ليغسلوا كدر الذنوب بماء الحياة والتعلق بالله. يقول سفيان رحمه الله تعالى، واستمعوا إلى قول هذا الإمام الجليل، وكيف كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى، نسي كل علاقة دون علاقته مع الله، وكيف عظم مولاه. يقول سفيان رحمه الله: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي،
ما أعظمها والله من عبارة شديدة من مسدد. ربي خير لي من والدي خير له من أبيه، أي والله، لأن الله أرحم من الوالد والوالد بولده. روى جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحببت عملك. رواه ابن أبي الدنيا وهو حديث صحيح. هذا الرجل كان مذنب وكان كثير الذنوب، فجاء هذا الرجل الصالح وقال له: إلى متى لا تكسر عن الذنوب؟ ثم قال له هذه الكلمة العظيمة التي أوبقت دنياه وآخرته، قال: والله لا يغفر الله لك، رحمة الله ومغفرته أبدا لا تقاس بأفكار بني آدم، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولكن من الذي يتدارك نفسه قبل فوات الأوان ليشمله الباري سبحانه وتعالى برحمته وعفوه وغفرانه؟ وحينئذ يجد النور والحبور والفسحة والسطور. روي عن بني إسرائيل أن موسى عليه السلام أصابه وقومه فترة من الزمن جفاف الأرض، جفت الأرض، فخرج موسى عليه السلام ومن معه من قومه يبتهلون إلى الله الذي بيده نزول الأمطار، بيده الأمر من قبل ومن بعد. خرج موسى عليه السلام والمؤمنون يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى، يبتهلون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الظلم، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إن فيكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، يعني بسببه منعتم القطر من السماء. فنادى موسى عليه السلام: أيها الرجل الذي بارز الله بالمعاصي 40 سنة، أخرج، فقد منعنا القطر من السماء بسببك. فما كان من هذا العاصي إلا أن يفر إلى من عصاه، منه إليه، أدخل رأسه بين ركبتيه واعتذر إلى مولاه طالبا عفوه وطالبا مغفرته وألا يعود إلى ما كان عليه من قبل. فنزل المطر بإذن الله جل جلاله، فتعجب موسى عليه السلام فقال: يا رب، لم يخرج هذا الرجل بعد. فقال الله سبحانه وتعالى: بالذي منعتكم أعطيتكم. فقال موسى عليه السلام يريد أن يرى هذا الرجل، فقال سبحانه وتعالى: لم أكن لأفضحه يوم أن كان عصاني فأفضحه الآن. كم من مذنب بارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي وسلك كل حيلة في الإثم، فترى الشيطان يقلطه من ربه. لماذا؟ ليستمر هذا العبد المسكين، ليستمر على غوايته وعلى إعراضه عن الله سبحانه وتعالى. أخي العزيز، أختي العزيزة، لا تنظرون إلى ذنوبكم، ولكن انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء. انظر لهذا الإنسان الذي بارز الله سبحانه وتعالى بالذنوب 40 سنة ثم أذعن إلى ربه سبحانه وتعالى واعتذر، فقبل الله سبحانه وتعالى اعتذاره، بل استجاب الله سبحانه وتعالى له يوم أن أنزل المطر. كان بعض الحكماء في مناجاته يقول: إلهي، لو أتاني خبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي لما تركت دعاك ما بل ريقي لثاني. يقول هذا الحكيم: لو جاني خبر، يعني من عندك، رجل أتاني بخبر من عندك أنك لن تقبل دعائي ولن تسمع شكواي، يقول: لما تركت دعاك ما بل ريقي لثاني. أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أخذ الأغنياء وأعز الأعزاء. هكذا كان الصالحون، قد تلذذت قلوبهم بمناجاة الله سبحانه وتعالى، مخبتين خائفين، فلله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها وأسبلوا دمعاتهم بالرجاء وأمسكوها وسابقوا الساعات بالطاعات فاستبقوها وخلصوا أعمالهم من أشرار الرياء
وأطلقوها، فدموعهم بالأحداق محتقة، ورؤوسهم بالأسحار مطرقة، وأكفهم بما يسكب فيها من الخير موهقة. خلصوا الأعمال من الأكدار نفلا وفرضا، واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى تلاهم سبحانه وتعالى، فاحتسبوا وصبروا وأنعم الله عليهم، فاعترفوا وشكروا وجاءوا بكل ما يرضى لله. ذرة تلك النفوس المؤمنة الراغبة الراهبة التي عرفت أن الله جل جلاله باريها ومداويها مما فيها، فلجأت إليه ونادت بجنابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ها هنا رسالة أبعثها إلى كل مسلم ومسلمة من صميم القلب والفؤاد، إلى كل فؤاد يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، مليئة بالشذى الفواح والخير الصراح، يا لاهيا عن مصيره، يا موقن في تقصيره. أما هبت رياح الإيمان لترفع أشرعة العزم بالتوبة لله سبحانه وتعالى، بالتوبة لله سبحانه وتعالى، بالتوبة نصوح إلى واسع المغفرة. كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينتهي، فمر يوما بالمقابر فرأى عظما نخرا، يعني مضى عليه الأمل والسنوات، فمسته يده مست العظم، فلما مسته يده تفتت العظم من يده، ثم قال مناجيا نفسه: أنا غدا كهذا. فعزم على التوبة لله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي اقبلني وارحمني. ولما لا يقبله الله؟ قال: إلهي اقبلني وارحمني. ثم رجع إلى أمه وكانت حزينة، فقال: يا أمه، ما يطمع الآبق إذا أخذه سيده، يعني ما يطمع الهارب إذا أمسك به سيده، هرب منه فأمسكه سيده، ماذا يفعل به السيد؟ قالت: يغل قدميه ويديه ويخشن ملبسه ومطعمه. فقال: يا أمه، أريد جبة من صوف وأقراصا من شعير، وافعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق من مولاه، لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني. ففعلت به ما طلب، فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء، فقالت له أمه ليلة: يا بني ارفق بنفسك. فقال: يا أمه، إن ثمة موقفا طويلا طويلا بين يدي رب جليل، فلا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أم إلى شر، إلى ظل ظليل أم إلى شر مقيل، فإني أخاف عناء لا راحة بعده أبدا، وتوبيخا لا أقوى معه. قالت: فاسترح قليلا. قال: الراحة أطلب. يا أمه كأنك بالخلائق غدا يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار، ومر ليلة في تهجده وقيامه بقوله سبحانه فمر ليلة في تهجده وقيامه بقوله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأخذ يرددها رحمه الله، ثم أغشي عليه، ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ألا يا إخوتي، ألا نحزن على عمر مضى
وزمن قضى. إن المؤمن في هذه الدار يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه، فلا بد أن يكون هكذا، يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه. فإذا أوغل بالذنوب يقبل على الله ويخاف من عقابه، ثم إذا أراد أن يتوب يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ولنتذكر وإياكم ذلك الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي الذي ليس بعده هزيمة وليس بعده انكسار. فهلم جميعا إلى هذا الفوز العظيم، إلى هذا الفوز الكبير. كل نفس ذائقة الموت، هذا أمر طبيعي، كلنا سنذوق الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا صاحب الخطايا أسبل في الدموع الجارية، يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية، يا مبارزا بالقبائح أتصبر على النار والهاوية. وأسفا لك إذا جاءك الموت فما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع، كيف تصنع إذا نودي للرحيل وما تأهب؟ سبحان الله، سبحان من وفق للتوبة أقواما فثبت لهم على الصراط أقداما. تركوا الذنوب وهربوا وسافروا إلى المطلوب فاقتربوا، وسقوا غرس الخوف بدمع الأسف والرجاء وشربوا، فإذا تذكروا مولاهم فإليه هربوا، وإذا هب عليهم نسيم الرجاء عاشوا بطاعة الرحمن وطلبوا. قصموا غدر الهوى، قصموا غدر الهوى وأوثقوه، وباعوا الفانية بالباقي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالبدار البدار، والتوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، قبل أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ألا فافتح صفحة جديدة مع الله وعد إلى الله، فهي والله سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. عش لحظات القرب من الله، عش لحظات القرب من الله، تجد والله لذتها حتى الممات، بل وبعد الممات. أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل، فالفضل أوسع. مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والأفضال والمن أجمع.
فكم من قبيح قد سترت عن الورى وقد كنت تدري ما يصاب وتسمع. ومن ذا الذي يرضى سواك ومن ذا الذي يرضى سواك ويتقى؟ وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت تعطي من تشاء وتمنع. ويا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرع. تقبل إلهي توبتي بعد حوبتي. فأنت المرجى عندها النفس مفزع. فليس سوى الرحمن أشكي حكايتي إليه. يحب العفو ممن تقطع فأقبل لا تتردد واحزم واجزم ولا تلتفت لأهواء المغرضين وشهوات العابثين. إخواني وأخواتي الملجى من؟ هو الله جل جلاله، هو الله سبحانه وتعالى. لن تنفعك والله إلا التجارة مع الله. نادي في ظلمة الليل البهيم والدمع السخين على خديك والوجل على قلبك، واكتب بدموعك سطور معترف بالذنب مقبل على الرب سبحانه وتعالى، واترك كل من يدعوك إلى أن تبقى على ذنوبك وأن تبقى على معاصيك وأن تبقى على إعراضك عن الله سبحانه وتعالى. ونادي حينئذ معترفا أمام الله سبحانه وتعالى، نادي: يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي. يطرق الأبواب يأتي نادما سوء أيام مضت في الخيبة. من مجيري من ذنوب عظمات؟ من نصيري في خضم الغربة؟ كم ينادي في السويداء ضارعا؟ يا إلهي يا مقيل العترة. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا خالصا ورزقا طيبا. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان وكشمير وفي غيرها من كل البلاد يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا وهاديا ورازقا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفوفهم، اللهم اهدهم إلى الحق، اللهم فقههم في الدين، اللهم اجمع كلمتهم عن حق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان. فك الأسرى واشفي المرضى، تقبل الموتى في الشهداء. اللهم فك أسرانا في كوبا وأفغانستان وباكستان في كل مكان. اللهم فك أسرانا عاجلا غير عاجل. اللهم نفس كربهم، اللهم اكشف همهم وغمهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وأراد نساءنا ورجالنا بسوء أشغله اللهم بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره،
اللهم أخرس لسانه، شل أركانه، وهدم بنيانه، وجمد الدماء في عروقه، وأهلنا فيه ما يسرنا. اللهم مزق اليهود والنصارى المعتدين على الإسلام، اللهم مزق اليهود والنصارى المعتدين على الإسلام، اللهم مزق الروس، اللهم مزق الروس والهندوس، اللهم مزق العلمانيين والمنافقين ومن سب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عندما يجد الإنسان نفسه بين الأحباس، قد قيدته المعاصي، فزاحمته المآسي، يجد شعاعا قد سرى بين هاتيك الأحباس، لينبئه بقرب الفرج بشرط الاعتذار والذل بين يدي الغفار. دمعي جرى والحزن أضرم باتي، والهم أشعل مهجتي وضراسي. ماذا أقول ودموعي تحكي لظى قلبي من تمزق من أليم راسي. ماذا أقول لمن كساني سابغا ثوبا من الإنعام والإناس، ورفلت في نعم له ممدودة لا لست أحصيها بأي حواسي. أسدى علي بفضله وبلطفه، وجهلت لما طعت شر ناسي. ماذا أقول لمن تعاظم شأنه عما جرى من خادع خناتي. دنست نفسي بالذنوب وبات في قلبي نحيب هدى من أنفاسي. ومضيت في جرحي كأني سادر في الظلم، بل في ظلمة الأحباس. الذنب أحرقني كأن ضرامه أودى بنفسي في ركام أياسي. إبليس قمطني ونفسي أوغلت في الجرم، بل عاشت على الأنجاس. والهم يعصرني يمد مشاعري أني عصيت الله رب الناس. أني عصيت الله لم أنظر إلى آلائه، لم يرعوي إحساسي. فظننت أني هالك في لجة سأموت فيها تنتهي أنفاسي. فإذا بنور للكتاب أنار لي دربي، ولم أشعر بأي مساسي. قل يا عبادي أشعلت من همتي، فمضيت للرحمن بعد إياسي. عذرا إلهي تبت من ذنبي ومن وقت مضى بالزيغ والأرجاس. أنت الملاذ
أنت الملاذ لمن عفت آثاره وتحطمت في مهمه الأحزان. رباه يا رباه أنت رحيمنا تعفو عن الخطاء والمتناهي فبك التجأنا يا عظيم الباس. يا لطيف فأعطني سؤلي فأعطني سؤلي دمعي جرى والحزن أغرم باسي والهم أشعل مباسي. اعتذار القصيدة من نظم الشيخ ناصر الحمد. والتواصل مع الشيخ ناصر البريد الإلكتروني ssaa559@hotmail.com. أنشد المقدمة أبو عبد الملك. صاغها الأستاذ عبد الله المهيدر. التقديم الإذاعي فيصل ابن جديان. العمليات الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي. مهندس الصوت فهد المهنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع. الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246006، الرمز البريدي 11312، هاتف رقم 29101111، 29151111، ناسوق 29171112. موقعنا على الإنترنت www.anas.com.sa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.